حدثت مواجهات عنيفة بين اللاجئين والأمن اليوناني في المنطقة الحدودية البرية كاستانياس التي تفصل اليونان وتركيا. القوات اليونانية سلطت خراطيم مياهها نحو اللاجئين الغاضبين والفارين من حرس الحدود التركية التي منعتهم بدورها من العودة إلى تركيا بعد قرار أردوغان بفتح الحدود من طرف بلاده. اتهمت السلطات التركية القوات اليونانية بإطلاق الرصاص الحي على المهاجرين أثناء الاشتباكات الحدودية أمس. وهنا أريد أن أنوه إلى شيء مهم، يوجد على هذه الحدود التي تفصل البلدين وفود حكومية أوروبية عاملة في السلك الدبلوماسي، أتوا خصيصا لمراقبة وتسجيل ما يحدث بأدق التفاصيل على تلك الحدود. التقينا بوفود من كل من ألمانيا، النمسا والدنمارك وغيرها من الدول الأوروبية، كما يوجد ممثلين للمنظمات الحقوقية الأوروبية والعالمية. الكثير من هؤلاء اللاجئين يحاولون الدخول إلى اليونان أي أوروبا بالعنف والتكسير، وذلك برمي الحجارة والزجاجات الفارغة على حرس الحدود اليونانية، هاتفين اخلعوا هذا السياج الحدودي الشائك أيها الأوروبيون. حدود تمتد على مسافة 140 كيلومترا شمالا وشرقا. منهم من يستغل ابتعاد حرس الحدود اليوناني لمحاولة الدخول إلى أوروبا بجميع الطرق، ما أثار غضب الاتحاد الأوروبي الذي حمل أردوغان المسؤولية لما يحصل هنا. القوات التركية بدورها قامت برمي قنابل الغاز المسيل للدموع على أفراد حرس الحدود اليونانية، ما قد يشعل أزمة دبلوماسية بين أثينا وأنقرة، فهذا يعد بمثابة اعتداء مباشر على أراضي وسكان بلد، وهنا أقصد اليونان. هذا برا. أما بحرا فقد اتهمت قوات خفر السواحل التركية نظيرتها اليونانية بإجبار قوارب اللاجئين للابتعاد عن سواحلها، وهنا أقصد السواحل اليونانية، وترك تلك القوارب الصغيرة في المياه الإقليمية في عرض بحر إيجا الهائج هذه الفترة من السنة. في وقت متأخر من ليلة أمس حرق بعض سكان جزيرة تيسفوس مركز استقبال اللاجئين هناك، إضافة إلى مدرسة أقامها سكان الجزيرة لتعليم أطفال اللاجئين، كما حرقوا أيضا بعض المكاتب التابعة لمنظمة تساعد اللاجئين في اليونان تحمل اسم One Happy Family أو عائلة واحدة سعيدة. كما حكمت محكمة ميتلين اليونانية على شخصين من جزيرة تيسفوس بالسجن لمدة 3 أشهر بعد الاعتداء على المهاجرين في هذه الجزيرة الصغيرة. ألقى خفر السواحل التركي القبض على 14 قارب يحوي 559 مهاجرا. من بين هذه القوارب 7 منهم تمت إعادتها من قبل خفر السواحل اليوناني طبعا إلى المياه التركية، وباقي القوارب تم اعتراضها من قبل خفر السواحل التركي. تقوم الحكومة بتقديم مساعدات مالية تبلغ 150 يورو للشخص الواحد، وهذا طبعا لا يكفي الشخص للعيش في هذا البلد الأوروبي. للعائلات التي يزيد عدد أفرادها عن 5 أشخاص تقدم الحكومة مسكن مجاني طبعا بعد دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية لهذه العائلة.